منير باتور محامي لدى التعقيب ورئيس الحزب الليبرالي التونسي، أحد مؤسسي جمعية شمس، حاصل على ماجستير في العلوم الجنائية وماجستير في قانون الأعمال. الفكرة جاتني أنا عندي سنوات عديدة كمناظرة في الدفاع عن حقوق الإنسان ودفاع عن حقوق الأقليات والحريات الفردية، وتبين لي أنه إلى يومنا هذا فماش تقدم كبير في المجال هذايا في تونس، ونعتبر نفسي المرشح الأفضل للدفاع عن الحريات الفردية وعن حقوق الإنسان وعن كل النقائص الموجودة في القانون التونسي من هذه الناحية. باش نقدم ترشح متاعي من هنا نهار الجمعة اللي هو آخر أجل. الأمر مربوط بالتزكيات، التزكيات فما يونيكيب نتاع الحملة الانتخابية هي اللي لاهية بين التزكيات، وكذلك عملت ليان على الانترنت في استمارة التزكية، وجاوني برشا تزكيات الكترونيه. العدد ما عنديش بالضبط، لانه يعني المكلفين بالحمله هم اللي لاهين بجمع تزكيات، ما عنديش عدد محدد. اول شيء انا في البرنامج متاعي هو استفتاء لتغيير الدستور، باعتبار انه الدستور هذايا فيه كل شيء ونقيضه، من ناحيه يحمي المقدسات، ومن ناحيه اخرى يحمي حريه الضمير، ومن ناحيه ويمنع على غير المسلم الترشح للرئاسه، ويعني ويعطي صلاحيات ضعيفه جدا لرئيس الجمهوريه. انا اعتبر اللي مترشح لرئاسه الجمهوريه وباش يعطي وعود للشعب، قبل ما يعطي الوعود هذيا يلزمه يخمم في الدستور هذا كيفاش يتنقح باستفتاء شعبي، بأنه رئيس الدولة يولي عنده صلاحيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، بشكل أني كيانا نقدم وعود للناخب نكون قادر على تحقيقها. صوتي نوصله من خلال برنامجي، أنا عندي برنامج انتخابي يعني على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي ثري جدا. مثلا على المستوى الاقتصادي أنا نادي بتغيير العملة التونسية، باعتبار أنه وجود أكثر من 50% من السيولة في السوق السوداء، وأنه تغيير العملة باش يجبر مسكين العملة اللي في السوق السوداء واللي يمثل أكثر من 50% من الاقتصاد التونسي باش يلتجئوا البنوك لتغيير العملة، وباش يكون قانون لإجبارهم على فتح حسابات بنكية، والحسابات البنكية هذه باش تكون تحت رقابة إدارة الجباية، وهذا باش يضعف من موارد الدولة. وقتها أنا نجم نعطي وعود في اتجاه إحداث منحة البحث عن شغل، في اتجاه الترفيع في منحة الطلبة إلى 150 دينار، ترفيع في منحة التقاعد اللي تقل على 400 دينار إلى 50%، الترفيع في السميق بإحداث منحة تشجيع المؤسسات على التشغيل، وهذا يمكن من الترفيع في السميق بين 20 و30%، ترفيع في منحة العائلات المعزة اللي تتقاضى في 183 دينار ما يعيشوهاش حتى جمعة مش شهر، يعني أنا ندعو للترفيع فيها إلى 300 دينار. هذوما كلهم يعني إجراءات اجتماعية ممكن تطبيقها إذا بدلنا العملة وأدخلنا المال السائل اللي يدور في السوق السوداء إلى البنوك. احنا مع كل نفس حداثي ديمقراطي تقدمي علماني يرى في تونس دولة متحضرة ومتقدمة وحداثية وقريبة من الدول الأوروبية. احنا من الأشياء اللي نطمح لها هي دخول تونس للفضاء الاقتصادي الأوروبي، الاسباس ايكونوميك اوروبيان، اللي هو مش الاتحاد الأوروبي ولكن هو فضاء موجود فيه مثلا دولة كما سويسرا كما النرويج اللي هو مش أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن في الفضاء الاقتصادي الأوروبي اللي باش يمكن تونس من فتح أسواق كبيرة جدا على المستوى الدولي، وباش يمكن تونس التوانسة أنهم ترفع عليهم التأشيرة نحو أوروبا. ومن هنا أنا نقول إذا ترفع التأشيرة يترفع حاجز نفسي عن تونسي، كي ولي نجم يمشي ويجي وقت اللي يحب لأوروبا ما عادش بيخمم في الحرقة، ما عادش باش يخمم في الهجرة السرية، باش يولي يمشي يشوف وضعية أوروبا اللي هي ماهيش وضعية يعني جنة تاع فوق الأرض، ووقت اللي ما يلقاش لي كونديسيون الباهين باش يعيش غادي يرجع لبلاده،
وهذايا معناتها بلاده باش تكون باش يكون هو فخور ببلاده، لان احنا مثلا من الاشياء اللي باش نعملوها انا باش نفتحوا باب الاستثمار الخارجي على مصراعيه بالغاء جميع الرخص الاداريه وتعويضها بكراس شروط، باش نلغيوا رخصه الوالي في شراء العقارات بالنسبه للاجانب، اي اجنبي يحب يشري عقار في تونس من حقه يشري بدون رخصه مسبقه، وهذا باش يقوي الاستثمار في تونس ويخلق مواطن شغل. اليوم نسبه البطاله 15.9% اللي هي نسبه رهيبه، قريب مليون بطال. هذوما كيفاش باش تخدمهم؟ باش تخدمهم بخلق المؤسسات وفتح الباب للاستثمار الخارجي وتمكين الاجانب من الاستثمار في تونس دون قيود. حاليا لا يوجد تحالف مع احزاب سياسيه، لكن احنا مفتوحين لكل تحالف مع الناس تتقاسم معنا نظره ليبراليه للاقتصاد ونظره حقوقيه للحريات الفرديه. تو كي نشوفوا التزكيات نلقاو ان التزكيات جايه اكثر من الشباب اللي عمرهم بين 18 و 28 سنه. هذيك هي الشريحه اللي مزكيه اكثر ترشح متاعي. في نفس الوقت الشريحه هذيك فيهم برشا قيدوا في عملية التسجيل الأخيرة في الانتخابات، يعني على 1,480,000 اللي قيدوا جدد فما نسبة 70% شباب، وهذا يعطينا أمل في أنه فما نفس جديد في الانتخابات هذه يمكن يوصل إلى تغيير كامل في الخارطة السياسية. الأحكام اللي أقل أو لم تتجاوز 3 أشهر سجن لا يقع تقييدها في السجل العدلي في البطاقة عدد 3، وفي جميع الحالات القانون اللي حط بطاقة 3 ما تعداش وما صحش فيه المرحوم السبسي، وبالتالي لا يطبق على الانتخابات الحالية. أنا نقول للناخبين أنه حريتكم هي أغلى ما عندكم، وأنه اليوم فما رجوع لممارسات كانت تتمارس في عهد بن علي على مستوى التعذيب في المراكز، على مستوى الإيقافات بناء على الهوية الجنسية أو الجندرية. نقول انه من معناتها مانيش مخبي اللي انا نادي بالغاء الفصل 230 المجرم للمثليه الجنسيه، ونقول لكم علاش. راهو وقت اللي المثلي يتعاقب ويتحط في الحبس كي باش يخرج ماهوش باش يولي مغاير، مش باش يولي يحب النساء، وبالتالي باش يبقى مثلي وباش يرجع للحبس، فانه هذه عقوبه مدى الحياه ماهيش عقوبة ب3 سنين حبس فقط. ثانيا بالنسبة للتوانسة اللي يعتبروا انه المثلية مرض، نقول لهم اذا يا اخي المرضى متاعكم بالسكر ولا بالدم ولا بالقبض تحطوا فيهم زادة في الحبس، انت ماكم تداويوا فيهم. اذا كان عندكم دواء للمثلية بالله يقولون عليه تونس تاخذ جائزة نوبل للطب.